بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، هناك ينطلق صوت جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا على أرضية هذا الميدان. نذكركم هناك بمجهولة صاحب التوقيت المميز، صباح الخير، صباح الخير يا شاعر أحمد بن علي بن عامر العويسي، من قدمها أيها الأخوة بكل قوة بكل حضور جميل وتلقائي. 5:59 تهانينا لك يا شاعر على هذا التألق الصباحي الجميل. شوطنا 14 أيها الأخوة انطلق، شوط الابكار المهجنات انطلق، شوط الاصيلات انطلق. لمن يا هل ترى هذا الناموس؟ لمن ترى هذا الشوط الجميل؟ اتمنى ان شاء الله كل التوفيق. وهيله ومطر بن غدير بن محمد المجروعي، بينما المركز الثاني ايها الاخوه هناك اللي هي لمحه وابراهيم بن عبد الله القمزي، ثالث المراكز هناك الفهد وسهيل بن احمد بن دري الفلاحي، بينما اللي في المركز الرابع وصول في هذه اللحظات وزن عدي بن علي بن خليفة بن هلال الغفلي، وفي المركز الخامس وصلت اللي هي هجامة وحميد بن هاشم بن عبد الله الشامسي، وسادس المراكز أيضا اللي في المركز السادس الشرود، في سادس المراكز وأحمد بن سعيد بن بروك الحميري، وفي المركز السابع شعار أيضا بروق، هناك شعار التوقيت الأفضل أحمد بن علي بن عامر العويسي، وثامن المراكز وصلت في هذه اللحظات شواهين وصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني، وتاسع المراكز اللي في المركز التاسع وصلت اللي هي مزنة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز العاشر والأخير مهدي محمد بن سلطان بن اشطيط بن كميش الاجتبي، راعي إحساس، راعي إحساس ما شاء الله. يا مرحبا والله ابو تسيم، يا مرحبا والله ابو تسيم، متابع هذا الشعار ومضمر هذا الشعار، متابعنا في سرحته وايضا في مرواحه، ونتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن ومضمر البديع، حضورك ايضا دائما في ارضيه هذا الميدان. عوده من جديد الى المركز الاول، عوده من جديد الى مقدمه هذا الشوط. الله يا وهيله، ولكن ارى من الجانب الاخر لمحه، هناك القمزي ابراهيم بن عبد الله القمزي ذقلتنا الى المركز الثاني، وهيله مطر بن غدير بن محمد المزروعي، وفي المركز الثالث وهيله صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني، ورابع المراكز ايضا هناك احمد بن سعيد بن بروك الحميري من يقدم الشروط، وفي المركز الخامس مزنه 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 في المركز الخامس ايها الاخوه، وتعود ملكيه مزنه لخليفه بن عبيد بن خليفه الحميري، وسادس المراكز هو صول بروك احمد بن علي بن عامر العويسي. باحث عن نقطة ثانية العويسي، باحث عن نقطة ثانية، باحث عن انتصار ثاني، باحث عن ناموس ثاني. شوف الأسامي، شوف الأسامي أيها الإخوة اللي بدأت تقترب من الحدث، ولكن القمزي، لكن القمزي 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 اللي يقود هذه المجموعة أيها الإخوة، اللي يقود هذه المجموعة إبراهيم بن عبد الله القمزي ما شاء الله. بينما المركز الثاني ما شاء الله وهيلة غيرت إلى المركز الأول لمطر بن غدية بن محمد المزروعي، وثالثا شواهين لصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني، وصلت مزنة من الجانب الآخر خليفة بن عبيد بن خليفة الهميري، وفي المركز الخامس الله الله أحمد بن علي بن عامر العويسي مع بروق، وأيضا أهالي الابتيع وصلوا، أهالي الابتيع وصلوا، كابتنهم واصل، قايدهم واصل، مضمرهم واصل، محمد بن سلطان بن الشطيط بن قبيش اشتبي، ولكن بن بروك ايضا حضر بن بروك، ولكن الغيلاني دائما معزم مع المزروعي والحميري وبن قبيش وبن بروك. واللحظات الاخيره العويسي، لمن الشوط ايها الاخوه؟ لمن الشوط يا وهيله يا وهيله يا وهيله. مطار بن غدير هناك المزروعي حاضر، ايضا المركز الثاني من الجانب الاخر لصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني مع شواهين مزنه من الجانب الاخر، خليفه بن عبيد بن خليفه الحميري بروق للسيد احمد بن علي بن عامر العويسي المركز الخامس، شعار محمد بن عبد الله بن معيض النيادي مع الشرطيه. ولكن الشوط
الشوط ولع، الشوط ولع ايها الاخوه، الشوط ولع يا الغيلاني يا الغيلاني، صبيح بن سالم بن نعوف الغيلاني الغيلاني ما شاء الله. شوف الهجوم من الجانب الاخر مع مزنة خليفه بن عبيد بن خليفه الحميري، ولكن بن معيضد مع الشرطيه محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي، ولكن لكن اللي بالناموس اللي بالناموس اللي بالانتصار يثبت 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 حتى الرمق الاخير، حتى اللحظات الاخيره. مزنه والشرطيه الشرطيه اعطوها دربه ايها الاخوه، اعطوها دربه مستمعينا الاعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه. هناك ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس للاخوة المشاركين هنا على أرضية هذا الميدان. نذكركم هناك بمجهولة صاحب التوقيت المميز، صباح الخير صباح الخير يا شاعر أحمد بن علي بن عامر العويسي من قدمه.